ثقل الحجارة التي تحملها على متنها ربما أخف وزنا من هموم الحياة التي تقاسيها مع أطفالها بعد أن فقدت المعيل. ظلوا أطفالي أيتام وما لهم شارة، وانطرت أبنطين من أجل عيشهم. أم يوسف انموذج لآلاف النساء الأرامل في محافظة الأنبار، تعمل تحت حرارة الشمس الحارقة لتصنع تنور الطين وتبيعه حتى توفر لقمة العيش لعائلتها. فقصة هذه المرأة تبين بشاعة الحرب التي حصدت أرواح العراقيين. كل شيء ما عندي حرام، أقول حجارة لو كلك على ظهر الصبحية، كل هاي القونية ما الحجار، أشيل الحجار على ظهري تعود عايش. ما أنهم والله مريضة، أنا مريضة، هم بيهم مرضى. وأبنى من 5 الفجر قميت إلى هسه، وظل أشتغل الله بيناتنا إلى أذان المغرب. انفقد زوجي بهاي الأحداث مال مصايب الحرب اللي مرت بينا، وظلت أيتامي دايحة، وقمت أنا استعين بعيشتهم يريدون مني. ماما تشتغل طين وسبيل تعيشنا. انتو شلون مدبرين العيشة؟ هي ماما تبنى طين وتعيشنا. مصادر رسمية تؤكد لقناة الفلوجة أن الحروب والصراعات فاقمت أعداد الأرامل في الأنبار، حتى وصلت النسب إلى أرقام صادمة بلغت نحو 25% من النساء أصبحن المسؤولات عن أسرهن ويمارسن أعمالا شاقة منذ أن فقدن المعيل، بانتظار أن تشرع الحكومة قوانين لرعايتهن. نطمح أن كل النساء بمحافظتنا اللي عندها شهيد زوجها أو أبوها يكون لها راتب بيسر وبسهولة بدون ما تعاني الأمرين حتى تحصل عليه، لأن هذا الضمان الوحيد المعيشة وأمن أبنائها. نتمنى من الكل أن يقف وقفة واحدة الحصول عوائل الشهداء الرواتبهم حتى يأمنون على مستقبل أبنائهم. ورغم الإمكانات البسيطة هنا، فإن محافظة الأنبار تسعى إلى إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة التكلفة لمساعدة الأرامل في الحصول على موارد مادية ثابتة. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة.